بالنسبة إلى الناس الذين يظهرون احتراما لها، تكون هذه منفعة متبادلة مثالية مقابل قدومها إلى الشاطئ بأمان. تقدم لنا طيور البفن الفرصة للنظر إليها عن قرب، والجميع يحب طيور البفن. تتمتع طيور البفن بشخصية مميزة، يتميز كل طائر من هذه الطيور بشخصيته المنفردة. تتزوج طيور البفن مرة واحدة في حياتها، ولكنها افترقت عن بعضها طوال الشتاء، وها هي تجدد عهودها الآن. لدى هذه الطيور تلك المناقير زاهية الألوان، وهي موجودة لسبب معين، إذ يقوم الطير بسلسلة من الخطوات بنقر مناقيره ورأسه والتبختر بذلك المنقار الرائع، والذي يؤكد بأنه الشريك الأبدي. وبمجرد إنجابهما لأول فرخ، يعمل الوالدان على جمع ما يمكنهما من أسماك الرنكة وإنكليس الرمال. تسمح لك هذه الطيور بالاقتراب كثيرا منها كي تتمكن من إلقاء نظرة عن كثب على حياة طير البفن، وهي ليست بحياة سهلة هذه الأيام، فطيور البفن واحدة من الأجناس التي تعتمد على إنكليس الرمال، والتي بدورها تواجه المشاكل. المشكلة هي أن المناخ العالمي آخذ بالتغير، ومع ارتفاع درجة حرارة الماء يقل عدد الأسماك وإنكليس الرمال التي يتناولها طائر البفن،